أسعار الذهب غير مرتبطة إطلاقا مع السوق المحلي بتاعنا اللي احنا فيه. أسعار الذهب دي مرتبطة عالميا، يعني دلوقتي الأونزة بتسوى 1293، فطبعا الذهب هنا عندنا سوقه العيار 21 بيعمل 645 طبقا لإيه؟ للأسعار العالمية، والعيار 18 طبعا بيعمل 555، لكن عيار 14 وعيار 12 ده ملناش فيه، وحتى يعني حبينا نجربه ما نفعش مع الجمهور المصري على اساس ان المصريين بيحبوا الايه العيار 18 او العيار 21. من قيمه 10 ايام بالظبط وصلت الاونزه 1330، وصل الذهب فيها 658، لكن احنا كل العمليه اللي انا شايفه بصراحه يعني ان السوق المحلي بتاعنا ده ما بيأثرش اطلاقا في اسعار الذهب، ولكن اللي بيأثر في اسعار الذهب الاسعار العالميه. احنا دلوقتي ماشيين تبع الاسعار العالميه، تجيبها كده احنا ماشيين تبع الاسعار العالميه. يعني السعر العالمي لو بكره وصل 1300 الذهب ده هيزيد 5 جنيه في الجرام، ولكن انا متوقع ان الاسعار العالميه هتزيد. يعني توقعاتي بان الذهب ده هيزيد 100 وهيشد جامد 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 قوي. لما ببيع للزبون طبعا انا بضيف الاجره اللي هي المصنعيه زائد ضريبه الدمغه تقريبا 3 جنيه ونص بس. المصنعيه بقى بتتراوح بقى ما بين مثلا ممكن 30 جنيه في الجرام، ممكن 45 جنيه في الجرام. طبعا مش كل الشغل زي بعضيه. لازوردي وايجيبت جولد هم اللي على الساحه دلوقتي.